بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب الصف الثالث الإعدادي. في الفيديو ده هنشرح لحضراتكم صيغ المبالغة، وهي من ضمن المشتقات. صيغ المبالغة هي أسماء مشتقة بتدل على الكثرة أو المبالغة في الفعل. طيب، علشان نتكلم عن صيغ المبالغة احنا لازم نعرف بأن صيغ المبالغة بتصاغ على أوزان. الوزن الأولاني هو وزن فعال بفتح الفاء وتشديد وفتح العين، والوزن الثاني مفعال بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين، وبعد كده عندي الوزن الثالث فعول بفتح الفاء وضم العين، بعد كده عندي الوزن الرابع فعيل، واخر وزن عندي وهو الوزن فاعل. دلوقتي الاوزان دي تيجي في الدلالة على الكثرة او المبالغة، زي مثلا كذاب على وزن فعال، مقوال على وزن مفعال، غفور على وزن فعول، سميع على وزن فعيل، و مرح على وزن فاعل، وتدل على كثرة هذه الأفعال أو المبالغة في حدوث الفعل. هنيجي للأمثلة. بالنسبة للمثال الأول قال لي المصري صبور شكور، بدور على الأوزان الخاصة بي اللي احنا أخدناها اللي هي فعال فعول مفعال فعيل فعل. طبعا صيغ المبالغة نفس الملحوظات بتاعت اسم الفاعل بناخدها فيها، هي ممكن انه يلحقها تاء تأنيث أو ممكن تسنى أو ممكن تجمع، بالإضافة إلى أنها تعرب حسب موقعها من الجملة. عندي هنا مثلا كلمة صبور على وزن فعول والفعل بتاعها صبرة، يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أجيب الفعل بتاعها بحذف الواو اللي هي كانت زيادة في وزن فعلة، وعندي برضو هنا شكور واللي هي الفعل بتاعها شكرة، وطبعا هنعرب كل منهم على حسب موقعه من الجملة. لما أنا أجي أقول خير الصناع العليم بأسرار صناعته، عندي كلمة الصناع، فهنا الصناع صيغة مبالغة على وزن الفعال، فهي هنا جاءت لدلالة على كثرة الصناعة وفعلها صنع، فهنشيل التضعيف وهنشيل الألف، فهنلاقي عندنا الفعل بتاعنا، او برضو يعرب حسب موقعه من الجملة بانه هنا مضاف اليه. في المثال الثالث عندي لا يحفظ المهذار كرامته، كلمة المهذار على وزن مفعال. عندي هنا في المثال الرابع الصهاينة هلعة عند مواجهة الاعداء، كلمة هلعة هي صيغة مبالغة على وزن فاعل لحقت بها تاء التأنيث. في المثال الخامس لا يجد الكذوب صديقا، كلمة الكذوب على وزن فعول وكلمة صديق على وزن فعيل من كثرة الكذب او كثرة الصدق. في المثال الخامس لا يجد الكذوب صديقا، عندي هنا صيغة مبالغة على وزن فعول الكذوب، وعندي صيغة مبالغة على وزن فعيل وهي صديق، وكل منهم بيعرب حسب موقعه من الجملة. في المثال السادس أنت مقوالة للخير ومقدامة عليه، فعندي هنا مقوالة وهي صيغة مبالغة لوزن مفعال ولحقتها تاء التأنيث المربوطة، وبعدها كلمة مقدامة وهي برضو على وزن مفعال ولحقتها تاء التأنيث المربوطة. عندي هنا في المثال السابع المؤمن كيس فطن، كلمة فطن هي صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعل، فهي تدل على كثرة الفطنة التي يتميز بها المؤمن. عندي في المثال الثامن المصريون أقوياء، كلمة أقوياء هنا مفردها كلمة قوي، فقوي هنا هي صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل، وزي ما احنا ما اخدنا في اسم الفاعل وزي ما قولنا هنا برضو في صيغ المبالغة بأنه ممكن يجي لك صيغة مبالغة جمع او مثنى او تلحقها تاء تأنيث، فهنا جاءت جمع من صيغة المبالغة قوي على وزن فعيل بتشديد الياء. طيب عندنا هنا تنبيه لازم ننتبه له، لما يجي لي فعل أجوف زي قال، ازاي بقدر اصيغ منه صيغة مبالغة وازاي جبنا صيغة مبالغة منه على وزن مقوال؟ علشان نجيب صيغة مبالغة من فعل أجوف بنرد الألف لأصلها. طب هنجيب الألف أصلها إزاي؟ فهنجيب بالمضارع هنقول يقول، أو هنجيب المصدر فهنقول كلمة قول، فسواء كده أو كده هيبان لي بأن الألف بتاعتي أصلها واو لما احنا جبنا المصدر أو اللي هو المفعول المطلق، ولما احنا جبنا المضارع فبيظهر لي بأن أصل الألف هو حرف الواو، وبالتالي لما انا اجي اجيب الوزن مفعال هقيس كلمة فعل بقولة اللي هي موجودة عندي، يبقى دي الحروف الاصلية عليا، وانا لما اجي اجيب وزن مفعال هاجي بعدها واحسب ايه الحروف اللي جت زيادة على الوزن ده، فهقول ان جت زيادة الميم والالف، هقول مقوال على وزن مفعال. بهذا الشكل تمت صياغة الفعل الاجوف قال، ويقاس على هذا المثال كل الأفعال التي أوسطها حرف علة. القاعدة صيغ المبالغة زي ما ذكرنا في البداية بأنها أسماء مشتقة للدلالة على حدوث الفعل بكثرة أو بيان الزيادة في الصفة، وتصاغ صيغ المبالغة من الأوزان التالية فعال مفعال فعول فعيل فعل، وتعرب صيغ المبالغة حسب موقعها من الجملة.
وتصاغ من الثلاثي المتعدي. لو انت ناسي يعني ايه متعدي، الفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب مفعولا او اكثر، وقد تصاغ من اللازم، ونفتكر بان الفعل اللازم هو الفعل الذي ليس له مفعول به وانما يكتفي برفع فاعل، وقد تصاغ من الرباعي على قلة زي ما اخذنا في الامثلة، مقدام من الفعل اقدم، او معطاء من الفعل اعطى، او نذير من الفعل أنذر، أو بشير من الفعل بشر، ومغوار من الفعل أغار. وزي ما ذكرنا قبل كده، تقبل صيغ المبالغة دخول تاء التأنيث عليها كما تقبل التثنية والجمع، بالإضافة إلى أن الفعل الثلاثي الأجوف زي ما احنا موضحنا، واللي أوسطه ألف بنرد الألف لأصلها الأول عن طريق الإتيان بالمصدر أو الإتيان بالمضارع، ثم نأتي بصيغة المبالغة على الأوزان الخمسة السابقة زي ما في الفعل قال، ولما ردناها لأصلها لقينا قولة، ولما صغنا منها صيغة المبالغة لقينا مقوال. بعد كده عندي في التدريب ده بيطلب مني بأني أحول اسم الفاعل إلى صيغة مبالغة. علشان أحل السؤال ده لازم أحدد الأول فين هو اسم الفاعل. فعندي مثلا هنا أحب الناس إلى الله الشاكر الصابر، عندي هنا الشاكر وعندي الصابر. طيب علشان نحول اسم الفاعل إلى صيغة مبالغة، هات الفعل بتاع كل واحد منهم، فهتلاقي الشاكر شكر والصابر صبر، وهاتهم على أوزان المبالغة، فهتلاقي أحب الناس إلى الله الشكور الصبور. في المثال الثاني، الله غافر ذنوب العباد، عندي هنا اسم الفاعل هو كلمة غافر، وعلشان أجيب الفعل بتاعها بحذف الألف اللي موجودة في وزن فاعل، فهلاقي غفر، لما أجي أصيغ منها صيغة مبالغة فهلاقي الجملة الله غفور ذنوب العباد. في المثال الثالث، المصري باسم عند الشدائد، باسم هنا هي اسم فاعل على وزن فاعل، فبشيل الألف بتاعته فهلاقي الفعل بتاعي بسمة، لما هاجي أجيب منه صيغة المبالغة فهلاقي الجملة المصري بسام عند الشدائد على وزن فعال. في المثال الرابع، إن الله يحب التائبين، كلمة التائبين هي اسم فاعل، طيب علشان نجيب الفعل بتاعها شيل الألف اللي في وزن فاعل ورد الهمزة لأصلها، فهتلاقي بأن الفعل بتاعك تابة، هات من تابة صيغة مبالغة. ما تنساش أن تابة هنا أوسطها حرف علة، فلازم نرد الألف لأصلها عن طريق المصدر أو عن طريق الإتيان بالمضارع، فهلاقي في المضارع يتوب، وهلاقي في المصدر بتاعي توبة، فهنا أصل الألف هو حرف واو، ولما هاجي أجيب أوزان صيغة المبالغة منه هلاقي الجملة إن الله يحب التوابين. طبعا ما تنساش علامة النصب اللي موجودة في المثال، وما تنساش الجمع في المثال لما انت تيجي تحول من حالة الى حالة او من مشتق الى مشتق. في المثال الخامس، الغرب حاقد على الثروات العربية، كلمة حاقد هي اسم فاعل على وزن فاعل، بنحذف الالف بتاعته علشان اجيب الفعل بتاعه، فهلاقي الفعل حقد، ولما اجي اجيب صيغة المبالغة منه هلاقي الغرب حقود على الثروات العربية. في تدريب 2 بيطلب مننا بأننا نستخرج كل صيغة مبالغة في الجمل التالية ونعربها ونحدد ايه هو الفعل بتاع كل صيغة مبالغة. عايزين نسيب السؤال ده لطلابنا علشان يتدربوا عليه ونقشوا إجاباتكم مع المعلمين في الفصول أو عبر المنصات التعليمية، وبكده نكون خلصنا كل ما يتعلق بصيغ المبالغة. بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.